أرحب مجددا بجميع المشاهدين مباشرة من بيروت. صدر مؤخرا الكتاب الجديد فن من لبنان للمؤلف نور سلامة أبي اللمع، ويتضمن أرشيف فني كامل حول أعمال الفنانين اللبنانيين بالفترة الممتدة من العام 1880 إلى العام 1975. هذا الكتاب يسمح بالتعرف إلى أعمال فنية تشكيلية يتم عرضها للمرة الأولى، ويشكل إضاءة على مرحلة عصر النهضة من جوانبها الفنية والاجتماعية والوطنية، وهو يعتبر عمل تاريخي لحقبة لبنانية بارزة في التاريخ المعاصر. عن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي لساندرا سعد. أثناء قراءتي لأرت فروم لبنان بعين رجل علماني ولكن عاطفي، فكرة واحدة تتملك أفكاري وهي تنوعه، وقبل أي شيء آخر هذا ما يجعل عظمة بلدنا الصغير. هكذا كتب أمين معلوف في مقدمة الكتاب. اكتشفت أنه ما كان عندك فكرة كفاية على فنانين بلدي بوقت وين غير بلاد عندهم متاحف وكتب ليعلموا ويفسروا للجمهور عن فن بلدهم. أصعب شيء أنه ما كان في معلومات، ما في كتب كفاية، أنجأ في بركة كتاب أما كتابين، وخصوصا ما في صور. حب الكتاب يقول لكل لبنان وكل العالم نحن بلد فيه إشياء حلوة. تضمن الكتاب مقالات للنقاد جوزيف تراب وسيزار نامور ومها سلطان، وتم جمع السير الذاتية والصور الفوتوغرافية من أكثر من 70 مجموعة خاصة وعامة، بداية من داود قرم، مروراً بعمر أنسي وعارف الريس، وصولاً لجميل ملاعب ونبيل نحاس وغيرهم. نحن كنا حابين أنه نقول للعالم ليكو شو عنا تراث مهم لازم نسعى أنه نحافظ عليه ببناء مؤسسات ثقافية بتحافظ على هالتراث. كل هالأعمال مفروض هن المغزى تبعهم يكونوا بمتحف، هيدي ثروة للبنان، هالثروة لازم نجمعها ونحطها بمتحف تضل، هيدي الثروة قاعدة على الناس ممكن بكرة يبيعون وين ما كان يروحوا. خطوة لا مثيل لها في تاريخ لبنان الفني واليوم تتحقق. أعتقد من المهم أن كل اللبنانيين اجتمعوا في هذا العمل، ومن الصعب القيام بكتاب جميل كهذا. يعني عم بتذكر لبنان الستينات والسبعينات، عم بتذكر معارض وزارة التربية بالأونسكو ومعرض الخريف في متحف سرسوق، هيك شيء بيفرح انه كان الفن بيتجاوز كل المشاكل وكل الحروب. انا سعيد لانضمامي للفنانين اللبنانيين في هذا الكتاب لاني عرفت بفنان امريكي. أكثر من أي بلد آخر، لبنان بحاجة لرواية قصة مختلفة، إلى إعادة التفكير في نفسه، لإعادة بناء نفسه، مع طموحات أخرى وقيم أخرى، يختم أمين معلوف. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت. ويستمر توقيع الكتاب إلى 9 من شهر كانون الأول ديسمبر، ويعود ريعه لدعم جمعية دار الأمل الاجتماعية التي تعنى بشؤون الأطفال. مشاهدينا، وللانتخابات الأمريكية وقع على مركز صناعة الفن السابع في هوليوود، ولمشاهير الفن هناك أصواتهم لمرشحي الرئاسة برسائل فنية. ابقوا معنا.